زدان أبو شمسية الآن تنضم إلينا من القدس على الهواء مباشرة لإطلاعنا على مزيد من التحديثات المرتبطة بهذه الحوادث. دانا بالنظر كذلك إلى ما كان قد جرى إيراده في تقارير إسرائيلية بأن عدد من الصواريخ جرى إطلاقها على بلدات في الجليل المحتل. دانا أصاب بجراح طفيفة جراء شظايا صاروخية سقطت من منظومة الدفاع الجوية التي كانت تحاول التصدي للرشقة الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الغربي، وتحديدا في بلدة طمرة كان هنالك سقوط لبعض هذه الإطلاقات الصاروخية. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إصابتين طفيفتين وبأنه يتم التعامل معهم وسيتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وكذلك الحال قبل هذه التغطية كنا تحدثنا عن صفارات الإنذار التي دوت في عشرات المواقع سواء في المناطق الحدودية المتاخمة لجنوب لبنان أو في الحديث عن المستوطنات والمناطق الأبعد من ذلك، وتحديدا حيفا والتي كان قد سمع فيها دوي انفجار ضخم جراء أيضا تفعيل صفارات الإنذار هناك، والتي عادة يتم الإعلان عن سماع هذه أصوات الانفجارات جراء سقوط صاروخي في منطقة البحر أو الخليج أو حتى في المناطق التي عادة لا يتم إطلاق منظومات الدفاع الجوية أي صواريخ اعتراضية لاعتراض هذه الصواريخ. كذلك الحال الآن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إصابة مباشرة جراء سقوط صاروخي في الجليل الغربي لمركبة وإصابة شخصين تواجدوا بالقرب منها أو فيها. إذن المجمل يتحدث عن وهذه وقع خلاف الواقعة التي كانت مرتبطة بسقوط صاروخ على أو شظايا صاروخ اعتراضي على منزل في بلدة طمرة بالجليل الغربي. دانا هذه واقعة أخرى، هذه بالقرب منها، يعني نعم. نتحدث أن طمرة ضمن مناطق الجليل الغربي، وهذه الإسقاطات الصاروخية تكون إما لسقوط شظايا من صواريخ اعتراضية أو تكون جراء فشل القبة الحديدية في التصدي للإطلاقات الصاروخية. هذا بيان من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ودائما تحمل هذه البيانات الأعداد الرسمية، تقول بأنه ورد قبل قليل لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بلاغ عن سقوط صاروخ في منطقة طمرة، ونتيجة لهذا السقوط أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة. الآن هنالك تحديد يعني هذه الإصابات، الحديث عن إصابتين، إصابة خطيرة وإصابة متوسطة، بالإضافة إلى أضرار مادية تتمثل في بعض الشظايا الصاروخية التي أصابت المباني والمركبات، وبأن شرطة الاحتلال ستعمل في المنطقة للتأكد من عدم وجود أي شظايا صاروخية قد تؤدي إلى انفجارات أو إصابات، وذلك تهيب المواطنين بعدم الاقتراب إلى أي أجسام مشبوهة أو حتى الاقتراب من المكان الذي تسقط فيه وتحدث فيه هذه الإسقاطات. وأيضا نتحدث هنالك إضرام نيران، يعني في مقطع فيديو أشاهده الآن هنالك إضرام نيران كبير في مركبتين وجراء سقوط بعض الصواريخ على مناطق ليست فقط مفتوحة كما تقول بيانات شرطة الاحتلال، بل أيضا مناطق مأهولة بالسكان. وهذا مقطع الفيديو يوضح سقوط هذا الصاروخ على المركبات وعلى المباني في مدينة طمرة تحديدا. نعم دانا، الحديث هل اختلف، هل تطور أو تغير منطق الرواية الإسرائيلية المرتبط بعملية أو بواقعة الدهس التي جرت صباح هذا اليوم وأفضت حتى هذه اللحظة إلى عشرات الإصابات، والحديث الذي ينقل عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدد من هذه الإصابات بات في حالة حرجة أو حرجة للغاية وتدهورت الحالة بعد نقلها إلى المستشفى؟ نعم بالفعل، ولربما الآن هنالك ذات السياق إصابة حرجة جدا وتطور في الحالة المصابة في طمرة التي كنا نتحدث عنها، وهي إصابة إلى امرأة في حالة حرجة جدا جراء سقوط شظايا صاروخية. هذا أيضا يتماهى مع أعداد الإصابات الكبيرة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن الحديث عن مجمل الإصابات في حادثة دهس جليلوت في شمال تل أبيب وصل إلى 50 إصابة، وبينهم
16 إصابة حرجة، وأما الإسعاف الإسرائيلي فكان قد تحدث عن التعامل مع 37 إصابة وخمسة منها خطيرة وإصابة حرجة جدا، وتم نقلهم إلى المشافي الإسرائيلية في المناطق القريبة من موقع عملية الدهس لتلقي العلاج اللازم. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن وجود قتلى، ولكن لا تأكيدات رسمية لا في بيانات الإسعاف الإسرائيلي ولا في بيانات الشرطة الاحتلالية التي تعمل في المكان والتي قامت بإغلاق الطريق للتأكد من إجلاء كافة المصابين هناك، وخاصة بعد يعني أن تواجد بعض الإصابات العالقين تحت إطار الشاحنة التي نفذت عملية الدهس. الرواية الإسرائيلية الأخيرة تقول بأنه كان هنالك حافلة متوقفة عند موقف للحافلات عند مفرق جليلوت، وبأن هذه الشاحنة جاءت مسرعة ونفذت عملية الدهس أصابت العشرات على إثرها. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر للنشر على هذا الموضوع، وعندما نتحدث عن مثل هكذا أخبار هذا يعني بأن من بين الإصابات جنود أو عناصر أمن إسرائيليين، وليس فقط الحديث عن إسرائيليين عاديين أو مستوطنين، بل أن الحديث لربما عن صفوف جنود الاحتلال الذين طالتهم هذه الإصابات. التأكيد أن هنالك شهيد فلسطيني من داخل الخط الأخضر وهو رامي ناطور نصر الله الذي كان قد ارتقى شهيدا برصاص المستوطنين الذين أطلقوا النار عليه عند مفرق جليلوت بعد تنفيذ عملية الدهس. شرطة الاحتلال الإسرائيلية كانت قد فرضت طوقا أمنيا كبيرا في المنطقة المحيطة، أغلقت محاور شوارع رئيسية. الآن تقول في بياناتها بأنها أعادت فتح بعض الطرق أمام حركة المواطنين، وبهذا يعني بأن عملية إجلاء المصابين لربما انتهت أو أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أنهت ترتيباتها فيما يتعلق في التحقيقات الأولية في هذه الحادثة. فقط أعرج أيضا إلى هذا البيان العاجل من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الدهس الأخرى التي وقعت في حزمة شمال القدس المحتلة. كان يقول هذا البيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أحبط محاولة هجوم بالقرب من حاجز حزمة شمال شرق القدس المحتلة، وحسب البيان بأن أحد الفلسطينيين قام بتسريع مركبته باتجاه قوة تابعة لجيش الاحتلال تحديدا من الكتيبة 43 والتي كانت تعمل في عملية استباقية بالقرب من هذا لافت للغاية أن يتم الحديث مباشرة ببيانات رسمية صادرة عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن واقعة حدثت للتو قبل نحو نصف ساعة تقريبا، فيما لم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان واحد عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي يتحدث عن واقعة كان العدد الأكبر من المستهدفين فيها من بين العسكريين الإسرائيليين. ألا يبدو لافتا ذلك؟ كيف يمكن فهمه أو تبريره إسرائيليا؟ تتسارع قوات الاحتلال وتحديدا جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار البيانات التي تكون تحمل إنجازات عسكرية، وخاصة أن هذا البيان يقول بأنه لم يتم إصابة أحد من جنود الاحتلال العاملين في الكتيبة 43، بل أنه تم الإجهاد وتحييد منفذ عملية الدهس، ويقول بأن هذا نابع من يعني قوة الانتباه وقوة العمل العسكري الإسرائيلي. هذا ما أراد قوله المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هنالك قوة واشتباك وقضاء على الإرهابي كما يصفه وإحباط محاولة هجوم إرهابية. أما في يتعلق في الحادثة الأخرى في جليلوت، لأن الإصابات كبيرة ولأنه يبدو أن الإصابات من صفوف جنود الاحتلال، يكون هنالك تأخر وتأخير في البيانات الرسمية. كما أوضحت سابقا هذه المناطق وهذه المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس هي تابعة في السيطرة الأمنية والتعامل الأمني من قبل شرطة الاحتلال وليس من جيش الاحتلال. أما ما وقع من محاولة دهس في حزمة كونها تقع في منطقة عسكرية قرب حاجز عسكري بالقرب من الضفة الغربية، هذا يعني بأن هذه المنطقة يتعامل معها جيش الاحتلال الإسرائيلي وليس الشرطة الإسرائيلية. لذلك تسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار هذا البيان للتأكيد على أن هنالك محاولة دهس وطعن كما يقول البيان، وبأن القوات الكتيبة 43 العاملة هناك قامت بتحييد منفذ العملية والقضاء على محاولة الإرهاب كما يقول. أما في البيانات الأخرى فالتزمت إسرائيل وتحديدا جيش الاحتلال الصمت في البيانات في توضيح حتى على الأقل إذا ما كان المصابين في صفوف جنوده أو لا، وخاصة أن المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس
هي منطقة تقع فيها العديد من القواعد العسكرية التي يعمل فيها جنود الاحتلال وليس عناصر أمن أو عناصر شرطة الاحتلال. نعم. أي أن إذا ما كان هنالك مصابين بالفعل سيكونون من سلك جيش الاحتلال، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنهم رسميا سواء من أعداد القتلى أو المصابين في بيانات جيش الاحتلال، ولكن حتى اللحظة ولا بيان واحد من جيش الاحتلال. كل البيانات صادرة من الإسعاف الإسرائيلي من شرطة الاحتلال، وحتى أن هنالك تباين وتناقض وتضارب في أعداد المصابين والقتلى في هذه العملية في التقديرات الواردة من مختلف هذه الجهات. شكرا جزيلا لك، حتى اللحظة ستبقي معنا دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة.